هاربرز بازار، تفضل. طيب انتوا جيتوا في وقتكم، الفطار خلاص قرب، كل حاجه تقريبا almost done، فاضل حاجات بسيطه كده هعملها معاكم. طبعا انا بالنسبه لي رمضان بابايا معودني ان رمضان ده لازم يبقى فيه زحمه في البيت والترابيزه تبقى مليانه ناس، يعني احنا لو we are small family ما اعرفش اكل، لازم يبقى فيه زحمه وناس كتير. رمضان السنه دي مختلف لان ده احنا مش عارفين نعمله، ف بنحاول بقى نكلم الناس في التليفونات، زوم ميتينجز، نعمل حاجات كده نعرف نتعاون على الفطار، لان بصراحه الفطار لما بيبقى قليل ناس قليله مش بالنسبه لي مش ألذ حاجه، يعني بحب يبقى فيه زحمه وناس كتير على الفطار. انا كده خلصت الابيتايزر، انا طبعا في الاكل يعني مش اشطر حاجه، فبحاول اطلع ريسيبيز واقلدها زي ما هي بالظبط من غير ما اغير فتفوته، وبحب قوي الاكل لما بيبقى ميكس بين السويت اند ساور، بين لما يبقى فيه فيجيتابلز ويبقى معاهم فروتس في نفس الوقت، فده عشان كده ده تشيكن رول بس جواه بلو بيري. الكوارنتين علمني ان انا اكل كويس قوي، وبقيت شاطره جدا في السي فود، بس رمضان يعني مش بيحب السي فود قوي، فالنهارده عامل حاجات مختلفه. اوكي هلو. قلت لهم ان انا بطبخ احسن منك؟ قولي الصراحه ما تتكسفيش. هو بيطبخ احسن مني بكتير، قولي بكتير. بس انا عامله ايه النهارده؟ اوكي انا عامله فيلي اويستر صوص، وعامله رز تشيكن سوب وتشيكن تندوري، وده الصوص بتاع الفيلي. اوكي اوكي شفت انا شاطره ازاي. هي مي احسن حاجه فيها ان هي بجد شكل الاكل بتاعها حلو جدا، يعني من ساعة ما اتعلمت تطبخ شكل الاكل تحفه زي ما انتم شايفين كده، هي بتعمل الاكل شكله حلو قوي. هو طيب هو انت يعني هو بيطبخ احسن، انت بتطبخ احسن مني. اوكي بس انت بتعمل حاجه، يعني ابقى انا عامله السفره كلها، عامله كل حاجه في السفره، هو يجي يعمل صنف واحد بس، لازم الناس اللي معزومين يسيبوا كل الترابيزه ويقعدوا يتكلموا على الصنف اللي محمد عامله، يعني يقعد يقول لهم ايه رايكم في الفيليه ده، ايه رايكم في الفيليه، الفيليه حلو قوي، وانا ابقى عامله الترابيزه كلها ولا اكني عامله اي حاجه. هي ما بتطبخش كتير كانت قبل كده، بس لما اتعلمت تطبخ لما الظروف اضطرتها ان هي تطبخ اتفاجئنا بطباخ عظيم. وبعدين انا بعمل ايه وهو مش موجود في البيت، او بقول ان انا ابراكتس وهو مش موجود في البيت عشان لما يجي اغيره، فاعمل الحاجات بنفس الطريقه اللي هو بيعملها بالظبط، تطلع برده طعمها وحش. اكتر حاجه بحبها ستيك، بحب الستيك قوي. هو بيعمل ستيك حلو قوي يعني. وده اللي انا حاولت اعمله وفشلت، بس انا شاطره قوي في السي فود، انا بعمل سي فود حلو قوي، ودي الحاجه الوحيده اللي انا ما باكلهاش للاسف. انا ما بحبش السي فود. بس هي بتعمل باستا برضو حلو قوي، بتعمل باستا رهيب، بتعمل كل باستا حلو قوي. انا بصراحه انا عندي حاجه كويسه، يعني هي مش مزاجي قوي بس هي حاجه كويسه، انا مش بحب الديزرتس، والديزرتس معروف ان هي اكتر حاجه بتتخن في رمضان، فانا مش بحب الكنافه ومش بحب البسبوسه والحاجات دي، مش ولا العصير ولا الحاجات ولا مش بحب الحاجات دي ولا خالص. الحاجات دي ما هي ما بتحبش خالص اي حاجه من الحاجات اللذيذه. فانا حظي حلو، انا بحب المكرونه الرز شويه، الحاجات دي بتتخن فباكل منها قليل، ما باكلش كميات كبيره. طب احنا كده مش هنلحق الفطار. اوكي. احنا خلاص فاضل تقريبا 5 مينتس على الافطار، فنسخن الحاجات ونطلعها. اوكي لازم تبقى. طب انا هطلع ده مبدئيا عشان ده اللي انا حابه، ومستنيكي بقى انت هاتي بقيه الحاجات. سوب، طبعا السوب دي اهم حاجه في رمضان. انا مش بعرف اشرب شوربه كتير، لان لو شربت شوربه مش بعرف افطر قوي، يعني خلاص كده، فانا بكسر صيامي بتمر وشويه لبن صغيرين وبعد كده اكل. كده خلاص الاذان ادى وجه وقت ان احنا نفطر،
وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان اللي جاي نعرف نتجمع تاني ونعرف نشوف بعض تاني ونعرف نشوف كل الناس اللي احنا بنحبهم. Thank you Harper's Bazaar.